شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله سبحانه وتعالى حول إصلاح النفس. ولكن قبل الحديث عن هذا الموضوع وبيان المقامات التي ذكرها علماء الأخلاق لإصلاح النفس، نشير إلى نقطة. هذه النقطة هي البداية في إصلاح النفس، بل هي البداية في كل تغيير. يعني كل تغيير في هذه الحياة، سواء كان تغييرا ماديا أو تغييرا معنويا، كل تغيير يتوقف على هذه المقدمة، هي الإحساس بالحاجة. يعني أن الإنسان يشعر بالحاجة إلى التغيير وبالحاجة إلى التبديل. إذا واحد ما شعر بالحاجة إلى التغيير وما شعر بالحاجة إلى التبديل وما شعر بالحاجة إلى شيء معين، هل هنالك دافع يدفعه إلى ذلك الشيء؟ لا، ما إلى دافع. عادة الإنسان يتحرك إذا شعر بالحاجة، أما إذا ما يشعر بالحاجة ماكو داعي يتحرك، ماكو هنالك دافع لأن يتحرك. النقطة المهمة أن وجود الحاجة لا يكفي في التحرك. وجود الحاجة
عند الإنسان هذا ما يكفي في التحرك. الشيء الذي يحرك الإنسان الإحساس بوجود الحاجة. لاحظوا هذا المثال البسيط، واحد مريض ولكنه لا يشعر بالمرض. بعض الأمراض حتى الأمراض الخطيرة واحد ما يشعر بها، لذلك العلماء يقولون الألم نعمة من الله تعالى على الإنسان، لأن الإنسان عندما يتألم يشعر أن هنالك نقص في بدن. هذا الشعور يدفعه إلى أن يبحث عن العلاج. أما إذا أكو في داخل الإنسان مرض خبيث والعياذ بالله، واحد ما يشعر به، لا يؤلمه، لم يشعر به، هل يتحرك للعلاج؟ لا، ما يتحرك. أما إذا شعر بالمرض، آلمه المرض، يتحرك، يروح إلى الطبيب، يطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى فيشفى بإذن الله. إذن وجود الحاجة في البدن هذا ما يكفي، المهم أن أشعر بوجود هذه الحاجة في بدني، هذا هو المهم، هذا هو المحرك. نقطة البداية في إصلاح النفس الشعور بالحاجة إلى إصلاح النفس. إذا واحد ما شعر بهذه الحاجة، إذا واحد شعر أنه كامل، لأن الإنسان يحابي ذاته، هاي طبيعة الإنسان. الإنسان أقل شيء يشوف من الآخرين ينتقده، ولكن طبيعة الإنسان أنه يحابي ذاته، لا يشعر بالنواقص التي في ذاته، يشعر أنه كامل. وإذا واحد شعر أنه كامل ما إلى دافع للإصلاح. فالمهم في البداية أن الإنسان يشعر بأنه ناقص، أنه محتاج إلى إصلاح نفسه، أنه محتاج إلى تغيير نفسه، هذا في البداية. بعد هذه البداية نأتي إلى المقامات التي ذكرها علماء الأخلاق، وسموا هذه المقامات بمقامات المرابطة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. المرابطة شنو معناها؟ المرابطة بمعناها الحقيقي، بمعناها الفقهي، يعني جماعة يكونون عند ثغور الأعداء على حدود البلاد، يراقبون العدو بشكل دائم حتى العدو لا يهجم عليهم من حيث لا يحتسبون، حتى لا يقول ذلك الرجل عندما أراد أن يبرر هزيمته قال انتظرناهم من الشرق فجاءوا من الغرب، أو انتظرناهم من الغرب فجاءوا من الشرق. المرابطة معناها بمعناها الفقهي أن الإنسان، أن الدولة، أن الأمة يكون على حدودها جماعة يقال لهم المرابطون، دائما يواظبون تحركات الأعداء حتى لا يؤخذوا على غفلة. هاي المرابطة بمعناها الفقهي.
أكو هنالك مرابطة بالمعنى الأخلاقي، هذا النوع الثاني ذكره علماء الأخلاق. علماء الأخلاق يمثلون العقل بالتاجر والنفس بالشريك. تاجر عنده أموال يريد أن يتاجر بهذه الأموال، يريد أن يسلم هذه الأموال إلى شريك، كيف يتعامل هذا التاجر مع هذا الشريك؟ ماذا يفعل قبل العمل وحين العمل وبعد العمل؟ يقولون الإنسان تجاه نفسه يجب أن تكون له حالة الشريك مع شريكه، حالة التاجر مع العامل اللي يشتغل عنده، نفس هذه الحالة. ويسمون هذه الحالة بمقامات المرابطة. المقام الأول من مقامات المرابطة المشارطة. مشارطة شنو معناها؟ معناها التذكير وأخذ العهد وأخذ الميثاق. عندما تجيبون عامل في محلكم تذكروه بما ينبغي بما لا ينبغي، ما هي بنود الاتفاق بين هذا التاجر وهذا العامل، يأخذ عهد منا على ما ينبغي أن يعمل وما لا ينبغي أن يعمل، هذا يقال له المشارطة. الإنسان أول خطوة بعد الإحساس بالحاجة والشعور بالحاجة، أول خطوة في إصلاح النفس المشارطة. المشارطة يعني واحد أول الصبح عندما يقوم من المنام، هو الآن هذا أول الصبح، في هذا اليوم يجب أن يعمل ألوف الأعمال. إحنا في اليوم الواحد نعمل ألوف الأعمال، ربما نعمل في اليوم الواحد ملايين الأعمال، لأن كل فكرة هذا عمل، حركة، حركة في داخل النفس، الحركة مو لازم تكون خارج النفس، كل فكرة هذه عمل، كل نظرة هذه عمل، كل خطوة هذه عمل، كل كلمة هذه عمل. وإحنا في هذا اليوم يجب أن نقوم بألوف الأعمال، بملايين الأعمال لعله. الإنسان أول الصباح يذكر نفسه، يفكر، يأخذ من نفسه العهد والميثاق، لأن الإنسان إذا اقتحم الحياة بلا تفكير بلا تأمل بلا عهد بلا ميثاق، مو معلوم شلون يواجه العمل، كيف يواجه الموقف، هذا لم يعد لهذا الموقف. أما إذا من الأول فكر وقدر وتدبر وأخذ العهد والميثاق من نفسه، هذا يكون مستعد من الناحية النفسية، هذا من البداية ماخذ قراره، من البداية متفكر. هذه الخطوة اللي يوصي بها علماء الأخلاق جدا مهمة في إصلاح النفس. ولذلك نشوف في أحوال العلماء الأتقياء الأولياء
الصالحين كانت عندهم هذه الحالة. أول ما يقوم من المنام يفكر ويخطط ويتدبر ويأخذ من نفسه العهد والميثاق أنه كيف أعمل في هذا اليوم أو كيف أعمل في هذا الأسبوع أو كيف أعمل في هذا الشهر أو كيف أعمل في هذه السنة. هذا كان شيء متعارف عندهم. حتى في الأدعية التي نجدها واحد أول ما يفتح عينه دعاء، قبل ما يغمض عينه دعاء، قبل أن يذهب إلى السوق دعاء، قبل أن يذهب إلى المسجد دعاء، هذا كل تذكير وإلفات، قبل أن يذهب إلى الدرس دعاء، هذا كل تذكير وإلفات وأخذ للعهد والميثاق. هذه الحالة مكرر مذكورة في أحوال بعض العلماء، ومن جملة هؤلاء الجد رحمة الله عليه. نقل واحد قال إحنا في أيام التعطيل، يعني في أيام الخميس أو أيام الجمعة، كنا نذهب خارج النجف الأشرف للترويح عن النفس بعد هذا العناء وهذا الحار في النجف وهذه الدراسة المجهدة. فيقول كنا نروح وكانت هنالك شجرة في ذاك الوقت خارج النجف، كنا نروح تحت تلك الشجرة نستظل بها ونروح عن النفس بالحلال، ما في إشكال، الترويح عن النفس ما في إشكال. يقول ولكن السيد مهدي رحمة الله عليه ما كان يجي ويانا، كل ما كنا نصر عليه أنه تعال كان يقول ما أجي، عندي شغل مثلا، عندي برنامج. في يوم من الأيام هذا يفكر هذا الرجل، ذاكرين اسمه في الكتب، يقول أفكر أن هذا السيد مهدي شنو يسوي، ما يجي ماذا يفعل في النجف. فيقول أنا ما رحت في التعطيل وأخذت أراقبه من بعيد، شفت أنه بعد ما طلعوا الناس وأمن أنه ماكو واحد يشوفه، وضع عباءته على رأسه وطلع. فزاد حبي للاستطلاع أنه هذا دا يطلع بهيئة متنكرة مو بهيئة طبيعية، وأخذ يذهب إلى الأزقة والأسواق أو الشوارع أو كذا إلى أن وصل إلى المقابر، مقابر وادي السلام قاعدتها، وأنا أتعقبه من بعيد. فشفت أنه ذهب وكان هنالك قبر مفتوح مثلا مخليه لدفن ميت أو ما أشبه، أو قبر مهدم. يقول جاء ودخل في ذلك القبر وأخذ يخاطب نفسه ويوبخ نفسه أنه أنت الله تعالى أعطاك العمر وأنت ضيعت هذا العمر فيما لا طائل فيه وما أشبه ذلك. ثم أخذ يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويلتمس من الله ويتلو هذه الآية: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا لسان حالنا كلنا بعد ما انتهى كل شيء، نقول يا الله أعطنا فرصة أخرى، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله شنو يقول؟ يقول كلا. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: أولم نعمركم، ما أعطيناكم عمر 70 عام 80 عام 40 عام. الله ذكر
الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان، هذا من لطف الله بالإنسان، يذكره، يعني تجي حادثة تهز الإنسان، الإنسان يعيش في حالة غفلة، وإذا بحادثة تجي تهز الإنسان، شوية يفكر، شوية يتأمل، هذا من لطف الله للإنسان. الإنسان المتقي يلتقط هذه الإشارة من الله، يعني يعتبر بهذه الإشارة. أما الإنسان اللي هالشكل يمشي في الحياة ماذا يفعل؟ تؤلمه ألم، هذه الهزة تألمه ثم ينساه. الهزة يعني شنو؟ يعني واحد من أقرباء الإنسان يموت، وبعد هذا أمام الإنسان، هذا كان إلى البارحة معانا، يروح يجي راح انتهى، هذه هزة يعني صدمة إلهية. مرض الإنسان يتمرض، يشوف أنه بعد أي واحد ما ينفعه، لا أصدقاء لا أقرباء لا الطبيب ينفعه، مشكلة تلم به، هذه هزة يعني انتبه. ولذلك المحن لطف من الله للمؤمن، يعني انتبه، هذه هزة. الله سبحانه وتعالى مو فقط المؤمنين، حتى الكفار، حتى المنافقين، حتى الأشقياء يهزهم هزات بين فترة وأخرى حتى ينتبه. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً فيما تركت، وفي الآية الأخرى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، انذار. النذير مو لعله يعني النبي صلى الله عليه وآله فقط، يعني لعله كل ما ينذركم، انذار يعني دير بالك. على كل حال ويقول لنفسه أنه أعطيناك الفرصة، فرصة الحياة، ما استفدت من فرصة الحياة. ثم يقول لنفسه قد أرجعناك، يعني كأن الله تعالى دا يعطي حياة جديدة، فقم واستأنف العمل ولا تضيع باقي عمرك. ثم يقوم من القبر ويرجع إلى بيته. الإنسان يذكر نفسه ويأخذ من نفسه العهد والميثاق، أول الصبح قبل الدخول في السوق، قبل الدخول في البيت، قبل ما يدخل في بيته، الآن أدخل في البيت، كيف أدخل في البيت، كيف أدخل؟ قلنا إن هنالك لبعض الأصدقاء هالشكل مروي في بعض الكتب، أنه هنالك شيطان يقال له داسم. الإنسان إذا دخل بيته وما سلم على أهله وما ذكر الله، يمكن هاي القطعة الثانية ما سلم أكو في الرواية، لكن ما ذكر الله لعله في الرواية، جاء الشيطان وأخذ يوسوس في صدره ويوسوس ويوسوس حتى يلقي الشر بينه وبين أهله. وإذا على شيء تافه لا معنى له تحدث هنالك معركة بين الرجل وزوجته. الإنسان يقول أنا الآن أدخل في البيت، كيف أدخل في البيت؟ أدخل في البيت بالسلام، بالبشر، بالتحمل. إذا واحد عنده زوجة لها أخلاق سيئة يصمم من البداية ويأخذ من نفسه العهد والميثاق أن يتحمل، وإذا مرأة لها رجل له أخلاق سيئة أيضا كذلك. هاي المشارطة يعني التذكير والتفكير وأخذ العهد والميثاق هي الخطوة الأولى. إذن المقام الأول من مقامات المرابطة
التي يذكرها علماء الأخلاق المشارطة. المقام الثاني من مقامات المرابطة المراقبة. المشارطة قبل العمل، المراقبة حين العمل. واحد الآن يريد يتكلم بكلمة، يفكر هاي الكلمة مرضية لله لو مو مرضية، عندما قاعد في الديوانية يريد يتكلم كلمة يفكر قبل الكلمة، لسان العاقل وراء قلبه. يعني شنو؟ يعني أول يفكر ثم يتكلم. الإنسان قبل كل خطوة يفكر أن هذه الخطوة مرضية لله لو مو مرضية لله، هذه الكلمة، هذه الخطوة، هذا الموقف، هذا العمل، الله يحبه أو لا يحبه؟ هل تؤدي هذه الخطوة إلى الجنة أو تؤدي إلى النار؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له أوصني وصية، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: وهل أنت مستوص إذا أنا أوصيتك؟ يعني تعمل بالوصية؟ لو لا هالشكل. قال: نعم. فكرر عليه النبي صلى الله عليه وآله هذا الأمر 3 مرات: هل أنت مستوص إذا أنا أوصيتك؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته. واحد يفكر هم على ما يقول بعض العلماء، شايفين الطائر عندما يريد يطير، يعني اللحظة قبل الطيران كأنه ماخذ نفسه يريد يقتحم في العمل. الطائر قبل لحظة الطيران يجمع نفسه يريد يطير، هذا يقال له هم. إذا أنت هممت بأمر، يعني ردت توقع في العمل، ردت تقتحم العمل، يعني الكلمة اجت من قلبك إلى لسانك ردت تتكلم، فتدبر عاقبته. شنو نتيجة هذا العمل؟ الآن الشهوة مشتعلة، الشهوة مشتعلة، ولكن شنو هي العاقبة؟ فإياك رشدا أو راشدا فأمضه، وإياك غيا فانته عنه. وإلا واحد على أثر أحيانا لحظة من الشهوة اللي ما يفكر فيها، أو ساعة من الشهوة اللي ما يفكر فيها، يبتلي طول عمره، يفقد منصبه، يفقد مقامه، يفقد عائلته، يفقد دينه، يفقد دنياه، يفقد سمعته، يفقد كل شيء. ليش؟ لساعة من الشهوة، وتذهب الشهوة وتبقى التبع، التبع الدنيوية والأخروية. النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يذهب إلى حرب من الحروب كان يخلي بعض الرجال في المدينة المنورة. هؤلاء الرجال كانوا أولا يحافظون على المدينة حتى المدينة ما تبقى بدون حماية، وثانيا خب أكو عائلة عندهم مريض مثلا أو يحتاجون إلى شراء طعام أو ما أشبه، فهؤلاء كانوا يشترون لهم. واحد من الشباب
كان موكل بأن يأتي بطعام لعائلته، صديقه اللي رايح للجهاد في سبيل الله. ففي يوم من الأيام جاء إلى البيت وسأل المرأة، والمرأة من وراء الستار، أنه ماذا تريدون في هذا اليوم؟ فقالت المرأة: نريد مثلا كذا وكذا. ما أدري شنو اللي حدث، صوت المرأة كان فيه شيء أو أن الحجاب انزاح، فنظر هذا الرجل إلى تلك المرأة لحظة واحدة. الشيطان أخذ يوسوس إليه في هذه اللحظة. هذا الشيء كثيرا ما يتفق بالذات للأفراد اللي يعيشون في أماكن مختلطة بين الرجال والنساء. هو يحتاج الإنسان إلى مواظبة، البايع الذي يبيع ويبتلي بالنساء، الإنسان اللي في الجامعة وهو محشور مع النساء، على كل حال العوائل المختلطة. فتقدم وأمسك بتلك المرأة، ولكن المرأة كانت مرأة مؤمنة متقية، فصاحت: النار النار، ودفعت هذا الرجل. الرجل عندما صدته هذه المرأة، الله تعالى يقول: الزانية والزاني. المرأة لازم يكون عندها مقاومة، المرأة ما لازم تعطي نقطة ضعف. إذا الرجل اللي مو متقي شعر بنقطة ضعف من المرأة يتقدم، شيء طبيعي. المرأة يجب أن تصد وأن تتعامل بقوة مع الرجال اللي لا دين لهم لا أخلاق لهم. عندما سمع هذه الكلمة الرجل عادت إليه حالته الدينية، عاد إليه دينه، فأخذ يخرج وهو يصيح: النار النار، وترك المدينة وذهب إلى الصحراء وهو يبكي على هذه الغفلة اللي صدرت منه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رجع إلى المدينة شاف أنه هذا الرجل مو موجود، سأل: وين هذا الرجل؟ فذكروا له قصة الرجل. النبي صلى الله عليه وآله طلب الرجل، فجاء الرجل وهو مطأطئ حياء من رسول الله صلى الله عليه وآله، وتلا عليه سورة التكاثر: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. الإنسان المؤمن هالشكل، الله في نظره، الآخرة في نظره، الحساب والعقاب في نظره. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الأولى المشارطة، الخطوة الثانية المراقبة، الخطوة الثالثة المحاسبة. محاسبة هذا بعد العمل، يعني واحد بالليل قبل ما ينام يفكر اليوم شنو سويه. نذكر قصة ونختم الموضوع. كان هنالك عالم، كاتبين عنه كان فقيها صالحا في أحواله، واسم هذا العالم السيد حسين الحائري الفشاركي. هذا ابن أخو السيد محمد الفشاركي، العالم الكبير المعروف الذي له كرامات. يقول: يوم من الأيام رأيت في الطريق مرتاضا من المرتاضين،
واسم المرتاض الملا فتح علي، أحواله مذكورة في دار السلام، إذا واحد يريد يراجع أحوال الملا فتح علي في دار السلام مذكورة. يقول شفته فقال لي الملا فتح علي: ماذا تدرس؟ قلت كذا وكذا. قال: وهل تمارس الرياضة، الرياضة الروحية؟ قلت: لا. قال: تعال للبيت حتى أعلمك الرياضة. يقول: ذهبت إلى بيته، السيد حسين الحائري ذهب إلى بيت الملا فتح علي فعلمني الرياضة، رياضة 40 يوم بأسلوب معين. أكو منهج لرياضة 40 يوم، علماء الرياضة الأخلاقية يعرفون تفاصيلها. مثلا أفرض واحد ما يأكل لحم 40 يوم وكذا وكذا، أشياء معينة. يقول: عندما رجعت للبيت عمي السيد محمد قال لي: أين كنت؟ قلت له: كنت عند الملا فتح علي. قال: شنو قال لك؟ قال: أعطاني منهج الرياضة الروحية. السيد محمد الفشاركي مو إنسان عادي، مجتهد عظيم ومربي المجتهدين، وهو الأستاذ الأعظم للشيخ عبد الكريم الحائري، مو رجل عادي، مجتهد، محقق، مدقق، له كرامات، فكلامه مو كلام إنسان عادي. قال: هذه الرياضة للآخرين، اترك هذه الرياضة، أنا أعطيك أسلوب آخر من أساليب الرياضة، وهذا الأسلوب المجدد الكبير صاحب قضية التنباك هو الذي يشتغل به، مشتغل بهذه الرياضة. قلت له: شنو هذا الأسلوب؟ شنو هذا المنهج؟ قال: كل ليلة عندما تريد تنام أخذ السبحة بإيدك وفكر اليوم من الصبح إلى هذه اللحظة شنو مسوي أنت؟ كم ذنب سويت في هذا اليوم؟ كم نظرة، هذا مني طبعا، هذا اللفظ، كم نظرة إلى الأجنبية نظرت؟ 1 2 3 4، إذا واحد صاحب دكان مبتلي للنساء وشوية تقوى ضعيفة يمكن 50 واحد يحسن. كم غيبة في هذا اليوم سوينا في هاي الساعتين؟ ذاك الرجل قال: في قعدة واحدة بعد الظهر حسبت ما أدري 24 غيبة قاموا يسوون واحد واحد. المهم كم غيبة، كم تهمة، كم سوء من الأخلاق، هاي الأمثلة مني. إذا واحد هو يريد أعظم، كم خاطرة سوء مرت به اليوم؟ الصبح صلى لو ما صلى، صلاته صارت قضاء، كذب أو ما كذب، أخذ السبحة وأحسب، شوف كم ذنب سويت في هذا اليوم. هاي في الليلة الأولى، وفي الليلة الثانية، وفي الليلة الثالثة إلى 40 ليلة. هاي رياضة 40، مو تلك رياضة 40 أنه واحد لا يأكل لحم حيواني أو لا يأكل دهن حيواني أو لا يأكل أي شيء حيواني، هاي رياضة الآخرين. أما رياضة أهل العلم فهي هذه إلى 40 ليلة. إذا في ليلة 40 كل ما فكرت من الصبح إلى الليل شفت لم تستطع أن تجد ذنبا واحدا، هذا معناه أنك نجحت في هذه الرياضة. فإذا شفت في ليلة 40 ماكو شيء، ماكو ذنب، أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وصمم على أن يكون كل عملك لله. هذه هي الرياضة. هذا كلام السيد محمد الفشاركي لابن أخيه السيد حسين الحائري الفشاركي. ونظير هذا الكلام المجدد الكبير المرزا رحمة الله عليه ذكره لأحد تلاميذه عندما أراد أن يذهب إلى تبريز. قال له: سيدنا جاء إلى أستاذ المجدد، قال: بماذا توصيني؟
أفضل شيء أنا أعمله شنو؟ فقال المجدد وهو مجتهد، يعني كلامه مو كلام عادي، إني لا أجد أفضل من أنه كل ليلة عندما تريد تنام اتفكر الله تعالى إش قد إطاك في هذا اليوم من النعم، إش قد دفع عنك من النقم، تستحضر عظمة الله وإحاطته وقيوميته، تفكر كم ذنب سويت في هذا اليوم وتستغفر الله من هذه الذنوب. المرزا الكبير يقول أني لا أجد أفضل من هذا العمل. يقول أنا رحت إلى تبريز وبعد سنوات يبعث إلى المجدد إنني ببركة هذا التعليم اللي أعطيتني أصبحت دائم المراقبة، يعني مو فقط بالليل، كل عمل اللي أريد أسوي أفكر فيه ببركة هذا العمل الذي علمتني. هذه المقامات الثلاثة، هذه إذا الإنسان أراد إصلاح النفس وأراد الفلاح، الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من زكاها. التزكية متقومة بهذه الثلاثة، قبل العمل المشارطة، حين العمل المراقبة، بعد العمل المحاسبة والتوبة إن كان هنالك شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي